باين عليه ابن ناس. ابدا، ده باين عليه برشامج وصايع. ايه اللي حالف ناحيه الابو؟ يمكن ظروف زي اللي حدفتك قبل سابق. ما قلتليش يا دكتور هيعيش؟ اوعى يموت. الاعمار بيد الله، وانا مستعده لدفع كافه مصاريف العلاج، بس انت خليك حلو زي ما انا حلو. ابن ناس ولا ابن كلب؟ احنا مالنا ومال؟ مش جايز يموت والدكتور يبلغ؟ انت مش بريئه؟ ايوه، لكن كلابي هما اللي عضوه، والحكومه مش هتسكت على قتيل. سمعت يا ست الكل على العمايل اللي عاملها حلومه؟ يا اختي، طب قول دستور. لا دستور ولا بنجور. اخلع عاد، اخلع، عاوز اكلم المعلمه انفرادي. لا ما المعلمه تقم. بقول لك اخلع بليز. روح انت يا عبدون. حاضر يا معلم. اوعى عشان تتبان. ده انت سعيد قوي يا ساتر. واد غتت ده مالك وماله؟ اصل عايز اكلمك في الموضوع. على فكره انت يلزمك جنتلمان يقف جنبك ويحميكي. لا تشكر يا بروت، انا لو ما كنتش اقدر احمي نفسي ما كنتش بقيت نعمة الله والاجر على الله. على عيني ما قلتش حاجه، انما ده ما يمنعش برضه ان يقف جنبك جنتلمان. ما تفضها سيره بقى يا جنتلمان. مش قادر، مش قادر يا نعمة الله. لا لا لا، ما حبكش وانت كده. انا اسمي المعلمة يا معلم رياض. وانا خاتم في صباعك، انا مستعد اطلق الاثنين دلوقتي وقدام مأذون واحد. لسه مش دلوقتي. امال امتى؟ كل شيء بأوانه. يعني هيحصل؟ انا ما قلتش وكمان ما قلتش لا. يا خدام سليمان، من انس ومن جان، يا محروق يا مرجان، يا ابو البهرج والالوان، الانسية خضعة وضايعة تحت الطوع يا سيادي وضايعة. نجمك مكشوف. حبس حبس، لكن حتفضلي في الحفظ مصونة طول ما انت جوهرة مكنونة. يحلموا بيكي ولا تحلميش؟ محلمش. ويضعفوا قدامك ولا تضعفيش؟ مضعفش. ويحبوكي لكن في الحب ما تقعيش؟ مقعش. يا ويلك لو عشقت وحبيتي، تبقي على روحك انت اللي جنيتي، وفي طريق نهايتك انت اللي مشيتي. فهمان يا إنسية ولا نسيتي؟ ما تخافش علي، ده أنا نعمة الله والأجر على الله.